مرحبا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد. انا رهف لبنانية وعايشة بتركيا، وبشارك معكم كل شي من خبرتي بتركيا. غلا اسعار، محلات جديدة، اشياء بمرسين، اشياء بكل تركيا بشكل عام. نحكي بالوضع الاقتصادي، نحكي بكل شي. من فترة نزلت فيديو عن الغلاء الفاحش اللي بلش على تركيا لما بلش يلعب الدولار عنا، لما وصل لل 18 ليرة بالدولار مقابل الدولار الواحد يعني. فنزلت لكم هذا الفيديو، فرجيتكم كيف الأسعار اختلفت قبل هذا الغلاء وبعده، وطلبتوا مني انه شارك معكم شهريا او كل فترة قد ايه عم تتغير الأسعار. ف من بعد هيدي القصة رجع نزل الدولار ل 13 ليرة، 13.5، 13.40، 13.30 يعني، ما عم يزبط بس انه بهيدا الرينج. ف من بعد هيدا الشي صار له من قبل راس السنة. من بعد راس السنة رحت على السوبر ماركت وبعد الأسعار عم تطلع. ف سبت يعني مبدئيا فينا نقول سبت سعر الدولار انه ما بقى عم يطلع كتير ويلعب وهي، بس الاسعار بعدها عم تطلع بشكل مش طبيعي. فحبيت شارك معكم الاسعار وحاخدكم على ارخص ماركت بتركيا وفرجيكم الاسعار كيف صارت هلا، واحكي لكم كيف كانت الاسعار من شهر لهلا، وانتو شوفوا الفرق بعينكم. يلا امشوا نروح سوا. أخذتكن على ماركت البيم. بيم هو من أرخص الماركتس بتركيا ومدعوم من الدولة. حبيت صوركن أول شيء شغلة نجيبها أنا، هي باودر مثل الكافي ميت بديل عنا وأرخص منا بعشر ليرات تقريبا، كنجيبها بثمانية 8 ليرات تقريبا من شهر. هيدا البسكويت كنجيبه بليرة، صار ليرة وخمسة وسبعين سنت. عم فرجيكن الأشياء البسيطة وأكيد حنشوف الأشياء الباقي. هيدا الكرواسون كنجيبه بتسع ليرات من شهر، شوفوا قدي صار 19.90، طلع لل 12، طلع لل 13، وآخر شي طرق سعره. البندورة، خلينا نحكي شوية كمان عن الخضرة. البندورة كانت بأربع ليرات، خمس ليرات، وصلت لست ليرات، واليوم صار حقها 10 ليرات. طب ليش بعد عم تزيد هالأسعار؟ شوفوا الخيار، الخيار هون ب 11 ليرة تقريبا، بغير ماركت 13 ليرة تقريبا صار. هيدا العصير، شوفوا العصير قد ايه بسيط، كان بليرة ونص صار بليرتين وخمسة واربعين من شهر لهلا. الكولا كنا نجيبها بست ليرات صارت بثمانية ونص. هلا رح نحكي عن الزيت. الزيت اللي طالع كتير سعره، كنا نجيبه بالصيفية تقريبا بسبعين ليرة، وصل لتسعين ليرة، أما اليوم هو 124 ليرة أفخم نوع. والحليب، الحليب كنا نجيبه بخمسة وست ليرات، اليوم واصل سعره للعشرة ونص. عم نحكي كأفخم نوع يعني، أفخم نوع كنا نجيبه بخمسة وست ليرات، هلأ عشرة ونص. والبيض، البيض كان 25 ليرة، وصل لل30 ليرة، واليوم 38.90. بعدين رح احكي عن اللبنة. اللبنة هيدي كنجيبها بتسع ليرات، اليوم حقها 12.5، 12.90. والجبنة الكشار، الجبنة الكشار اللي هي الجبنة الأشقوان، شوفوا 55 و59 ليرة. كنا نجيب أفخم نوع، أغلى نوع بخمسة وثلاثين ليرة. بعدين وصل سعره للخمسة وأربعين من شهر، بعدين هلأ حقها 60 ليرة تقريبا. الزبدة، أغلب الناس بتركيا الأتراك ما عم يشتروا زبدة، ومنهم بنت حماية لأنه صاروا سعره 70 ليرة. كمان كان أفخم نوع وأغلى نوع نجيبه بخمسة وثلاثين ليرة، هلأ أرخص نوع بسبعين ليرة. كمان ما ننسى أسعار اللحمة اللي كانت 75 ليرة وصلت لرأس السنة. من بعد رأس السنة تغيرت من 75 ل85 و90 ليرة. فثلاث ارباع العالم هون ما عم ياكل لحمه، صاير الوضع تقريبا مثل لبنان وسوريا. فالله يستر. هلا نحكي للحفاضات. الحفاضات من كم يوم جوزي اجا وجايب حفاضات وجانن، كنا نجيب كيس الحفاضات الكبير
هذا التوفير بيقولوا له كنا نجيبه ب 80 ليرة 85 او ماكسيموم 100 ليرة، يعني وصل لل 100 ليرة. امبارح جايبه 170 ليرة، من 100 ل 170. ف يعني كتير عم تطلع الاسعار بسرعة وبشكل مخيف. كمان كان بدي احكي على الكهرباء، الكهرباء من بعد راس السنة غليت 50%. فقبل اخر فاتورة اجتنا قبل راس السنة اجتنا 600 ليرة، هلا اجت 900 اجت 1000 وشوي ليرة، 1070 ليرة تقريبا. فهيدي ال 50% اللي غلوها من بعد راس السنة. وكتير اشياء كمان تانية غليت، مثل جوازات السفر، مثل الاقامات، الاقامات صارت الاسعار مخيفة جدا. انا لحقت حالي وسويت اقامات ولادي وكلنا قبل راس السنة، وهلا كل شيء غلي، حتى اللي بده التركي اللي بده يطلع جواز سفر الاسعار خيالية صارت. وكمان كرمال دفتر السواقة، دفتر السواقة عملت كل ورائي انا قبل راس السنة، يعني من شهر عم نحكي، عملت كل ورائي وخلصت، بس لأنه كنت عم جدد إقامتي ففرقت معي على التغير السنة، يعني كم يوم بس، يعني أنا رحت بثلاثة أو أربعة وكنت عاملة ورائي قبل، فلأنه فرقت معي على كم يوم دفعت 375 ليرة زيادة، متخيلين الزيادة؟ فهيدا جنون. كمان شو بدي احكي، كمان فاتورة الماي مش كتير زادت الاسعار، لانه مثل ما فهمت من جوزي انه مدعوم من البلدية وهيك، فكانت تجينا تقريبا 50 أو 60 ليرة، صارت عم تجي 100 وشوي ليرة، يعني بعدها محمولة تقريبا. بالنسبة لأسعار السيارات كشراء كمان كلها زادت، بالنسبة لأجارات البيوت بعدها هي ذاتها ما عم تعلى ولا عم تنقص، بعدها ستيبل. بالنسبة لشراء البيوت كمان كلها كتير زادت، بالنسبة للبنزين كتير زادت بآخر أسبوعين لدرجة مش طبيعية، لأسبوع أو من يوم ليوم عم تزيد الأسعار، وخصوصي أسعار المواد الغذائية. وهيك حبيت بس خبركم، لانه انتم دائما بتطلبوا مني انه حطينا بالاجواء كيف عم تتغير الاسعار. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، اذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لي لايك، واذا بعدكم مش مشتركين بالقناه اشتركوا ما تنسوا، وبتمنى لكم يوم سعيد وبقول لكم جرو شرو.